الفلاحة لا تعرف السياسة، الفلاحة هي فلاحة للجميع وفلاحة لجميع المناطق البلاد. فين ما كاين الفلاحة غادي نمشي لها، والصيد البحري كذلك راح حتى هو راني جاي له. وبأول مرة في تاريخ بلادنا غادي ندعموا مثلا الأسمدة، استهدفنا يعني الفلاحة الصغار عبر الدعم ديال الماشية. اللي كتقول الفلاح، الفلاح خصو يربح، الفلاح الصغير ما خصوش نبقاو نقولوا غير الفلاحة المعاشية، الفلاح الصغير واخا عنده زوج البقرات خصو يربح. مؤسسة القرض الفلاحي خصها تبقى وفية لذاك الروح اللي تخلقت عليه، وجلالة الملك حفظه الله راه كيوجه في هذا باش تكون يعني بنك ديال الفلاح. غينا الكساب يستمر في الكسيبة ديالو، وغادي نعاونوه بالآلاف، وحنا غادي نسرعوا في هذا الشيء ديال التمويلات ديال التحفيزات وهذا، وهذا الشيء ديال القرض الفلاحي والديون والجدوله ديال الديون ديال الماء وهذا احنا خدامين عليها، وحنا غادي الفلاح الصغير يطمئن. انا من المهام ديالي هو باش ندافع على الفلاح الصغير، هذا هو المهام ديالي الاولى. بغيت نحيي ونشكر كل فلاحه والفلاحة الصغار، وخصوصا هذوك اللي كاينين في الجبال والكسابة، واللي خصني نقول بأنهم هما الجنود ديال الأمن الغذائي ديال بلادنا.